ثابكم الله. في سؤال الرابع يقول: إذا شخص لم يكن يصلي ثم أصبح يصلي، فماذا يجب عليه تجاه تلك الصلوات التي لم يكن يصليها؟ هذا محل نظر. إذا كانت الصلوات كثيرة ويشق عليه قضاؤها فإنه تكفي التوبة، تكفي التوبة والمحافظة على الصلاة في المستقبل، خصوصا وأن الصحيح أن من تعمد ترك الصلاة فإنه يكفر، والكافر لا تصح منه صلاة حتى يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. فالواجب على مثل هذا التوبة الصحيحة والمحافظة على الصلاة في المستقبل، والتوبة تجب ما قبلها. نعم.